السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لاول مره يشترك معانا بالقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. مرمطه دلدول، مرمطه دلدول قال لك هعمل فيديو ارد بيه على الولد الهلفوت. مرمطه دلدول عامل زي المره اللي بتتاجر تشتم في الناس. مرمطة دلدول ده بيفرش الملاية أو ردحها بالكهرباء. مرمطة دلدول يقول جملة مفيدة أبدا، كلها سب وزبالة وقرف وقذرات بتطلع من فمه الرضيء. مرمطة دلدول للأسف الشديد كل يوم رغم أنه وصل لأرض للعمر المفروض يعني يعقل ويركز ويشوف يبص خلاص زيه. طبعا الحياة نفس داخل ونفس خارج، محدش عارف النفس اللي هيخرج هيرجع تاني ولا لا، وده وصل من عمر اللي فات وراه مش زي اللي جاي، المفروض يعدل من حياته، لكن للأسف الشديد غروره وكبره واخده عميه وهيفضل عميه لحد إن شاء الله ربنا ما يأخذه على هذه الحالة، حتى إذا أخذه لم يفلته لم يفلته. مرمطة دلدول عمل فيديو اتكلم فيه عن محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وقال حد بلغني إن الولد الهلفوت شتمني. الولد بقول للولد ده يا نصاب يا ابن النصاب، أبوك خد أرض ب 23 من واحد مش عارف إيه وكتب له شيكات بكام مليون وإداله الشيكات وما دفعش، راح اللي قدم الشيكات اتحبس لان الشيكات طلعت مزوره. يا نصاب يا ابن النصاب. ودائما وابدا زي ما بيقول في المثل الكذاب نساي. اول امس لما عمل فيديو شتم فيه برضه محمد سراج كان يتكلم وقال على محمد سراج انت من عائله سراج الدين يا هلا، عائله العريقه يا هبل يا عبيط، يعني العائله عريقه والعائله محترمه، والاب في كان في رجل عسكري في الجيش اللي انت بتطلع دلوقتي، انت بتهين الراجل العسكري ده كانك بتهين القوات المسلحه، لكن هل في حساب؟ مفيش حساب، مفيش حساب. اللي كان اول امس بيقول عائله عريقه النهارده طالع مش لاقي حاجه يقول ردح في ردح في ردح، كلام نسوان كلام نسوان، ما يعرفش يتكلم كلام رجاله، لان توب الرجوله غالي، ها وتوب الرجوله عمره ما يلبس ولا يركب ولا يليق على النسوان. حتى كمان في نسوان رجالة، في نسوان رجالة في تصرفاتها في تصرفاتها، لكن ده حتى ما حصلش زي ما قلت لحضراتكم، دي مش نسوان، ده ردحها بالكهرباء. النهاردة كلام كثير حول النادي الأهلي وفوزه على نادي الزمالك في سنة 1925 6-0. هذا الكلام مش جديد، لكن الجديد وندي الحق الأهل يعني كان القصة كلها الخلاف على مين أحرز أهداف المباراة. لكن من أكثر من 3-4 سنين كان مؤرخ رياضي اسمه عادل سعد، الدكتور عادل سعد وهو زملكاوي، زملكاوي حمى يعني، هو قال لك كده أنا زملكاوي رغم إن أنا زملكاوي، لكن في وثائق بتؤكد فوز النادي الأهلي سنة 1925 منطقة القاهرة على نادي الزمالك، فاز النادي الأهلي على الزمالك 6-0 سنة 1925. وزي ما أنتوا هتشوفوا كده يمكن شفتوا الوثيقة دي أو أول مرة تشوفوها يعني الناس اللي بتتابعنا. في وثيقة خاصة بفرقة النادي الأهلي سنة 1925، قال لك من اليمين للشمال اللي قاعدين على الأرض حضرات محمود علي رسمي وزكي عثمان كامل طه وأحمد عسكر ومحمود مختار وأحمد سليمان اللي قاعدين الجلوس قال لك حضرات سليمان نجيب ومحمد رشدي ومحمد صبحي وجعفر والي باشا والسيد داوود راتب وحسين حجازي وهشام هاشم وهاشم الشريف، واللي واقفين بقى حضرات محمد زكي وجميل الزبير وعلي الحسني وابراهيم يكن والسيد اباظه وعلي العدوي ورياض شوقي ومحمد السيد وعبد المحسن
وعبد اللطيف الحسيني ومحمد شكري وابراهيم عثمان. دكتور علاء صادق اتكلم عن الاربع اشخاص اللي سجلوا الست اهداف، كابتن حسين حجازي وقال جميل الزبير ومختار التتش، وعلى ما ذكر قال تقريبا السيد اباظه حاجه زي كده، او ده الاسماء اللي متذكرها اللي اعلنها الدكتور علاء صادق يعني، واعلن عن اسماء. لكن فكره ان النادي الاهلي فاز كان موثقه بشهاده مؤرخ زملكاوي اسمه الدكتور عادل سعد من اكتر من 3 4 سنوات. هذا الامر هادي يا خالد غدور يا زملكاوي، اعلى نتيجه كسبناها لا في، لكن احنا ما بنعيش على الماضي كثيرا يعني، الماضي القريب اللي احنا عشناه. لكن انتوا بتدوروا ونجيب لي ورقه مزوره من جريده يقول لك الزمالك فاز على وقت سنه 48، طبعا في قصه ملابسات هذا الامر او الفوز وعقوبات على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي رخض مباراه في فلسطين رغما عن اتحاد الكوره وقتها، لكن ومنعوا ووقفوا لعيبه والاهلي شارك بفريق غير الفريق الاساسي يعني، لكن الاسم انهم كسبوا النادي الاهلي المختلط يعني. ومع ذلك رغم ان الوثيقه مش خالد غندور طلع بياكد هذا الكلام. كلام كثير حول رحيل مصطفى يونس عن قناه نادي الزمالك، وانا مش عارف ايه الغريب كده، هيرحل، هيجي له يوم وهيرحل. مصطفى يونس جاي علشان يصفي حسابات، او مرتضى منصور بيهاجم الكابتن محمود الخطيب وبيصفي حسابات مع الكابتن محمود الخطيب، وزي ما قلت قبل كده اللي بيقول حاجه مش حقيقيه بينساها. مصطفى يونس طلع على القناه وتجاوز حق الكابتن محمود الخطيب وقال لك انا بطلع وباجي، وفيها مرتضى منصور راجل ذكر بيواجه مش عامل فيها عبد الحليم حافظ، مش عاوز يصطلح الخطيب لان الموضوع مش شخصي، ده موضوع اهلي وزمالك وانت في موقع المسؤوليه، ولا مش عاوز تصطلح علشان ايه؟ مستني الاوامر تجي لك. وقال لك انا سمعت مصطفى يونس، سمعت ان الخطيب كلم مرتضى منصور، او الخطيب يكلم مرتضى منصور، هو بيكلمه اساسا، قال لك هو اول حد كلم مرتضى منصور او حد كلمه، هو قال له عايز تصطلح مع الخطيب، ماشي مصطفى يونس من قناة نادي الزمالك، وأنا ما عنديش مشكلة أمشي من قناة نادي الزمالك طالما ده للصالح العام وهيحل الأزمة وهيحل، عندي مشكلة. ده على أساس يعني إن أنت في قناة نادي الزمالك بتتكلم وليك تأثير؟ ده أنت بتقعد 4 ساعات مع مرتضى منصور ما بتتكلمش يا كابتن يا مصطفى يا يونس. مش هقول لك كابتن، لأن صفة الكابتن يعني إيه الكابتن؟ كابتن فريق كورة يعني روح رياضية يعني قيمة يعني مبدأ يعني أخلاق يعني نوصل يكون قدوه للاجيال القادمه. مع احترامي لشخص مصطفى يونس، انا بتكلم على لعيب الكوره مصطفى يونس. مصطفى يونس اللي بيعمله في قناه نادي الزمالك قلل من تاريخه، ضيع تاريخه، ما عادش زي ما بقول لك اهو، وهيمشي من قناه نادي الزمالك زي ما بقول لك. هو له هدف، الهدف ده انتهى منه خلاص. طب مرتضى منصور لو مشي الصبح وجه واحد مثلا مكانه، مع حسين لبيب كان موجود، كان ليك وجود؟ لا، انت جاي عشان خاطر مرتضى منصور، مرتضى منصور عايزك انت تحديدا. على ايه؟ على اساس ان ده مثلا ممكن يضايق النادي الاهلي ولا لا؟ بالعكس، كل واحد بيروح في المكان المناسب ليه، زي ما قلت حضراتكم، بقول لك انا عندي سيادة امشي مكان، لا خليك قاعد، خليك قاعد، وبقول لك انت كده كده هتمشي يعني، هتمشي مش هتقعد، مرتضى منصور هيمشيك لان انت ما عادش ليك فايده، ما يجيب اي واحد تاني يقعد بمبلغ اقل يعني، انت كل قعدتك بتعملها ايه؟ يعني 4 ساعات ما بتقولش تقعد اربع، عيب، لا لا ما حدش مش لا النهارده ايه السبت؟ ان انت بتعمل عايزني امشي امشي، قال يعني ايه عنصر مؤثر وبتدمر النادي الاهلي؟ يا اخي ما هو حد بياخد كلامك على محمل الجد. هاجمت الكابتن محمود الخطيب قبل كده وقلت هو حليم حافظ وادعي المرض وكمان ما بيتكلمش، لكن بيسلط العيال تشتمنا على قناه ثانيه لما كان في هجوم من مرتضى منصور برضو على الخطيب. الخطيب لا، اخلاقه وتربيته مسموح، ولو قعدته قد كده النادي الاهلي مش هيرد، لكن جماهير النادي الاهلي هي اللي بترد دلوقتي، بقى هم رجالة الجماهير اللي انت كنت تقول عليهم جماهير، هم اللي بيردوا وغاضبين، بقى هم رجالة الخطيب، والخطيب ما يرد هو عامل فيها عبد الحليم حافظ ليه؟ ها؟ لكن زي ما بقول لحضراتكم القصة كلها قصة وقت، وجود مصطفى يونس على قناة نادي الزمالك ما هي إلا وقت. أيضا جمال عبد الحميد برضو وقت، لأن جمال عبد الحميد ولو في مسؤول في الوسط الرياضي أو أي مسؤول بعد الكلام اللي قاله جمال عبد الحميد على قناه نادي الزمالك، وواحد قاعد على الكرسي وبيخلي واحد يولع، واحنا كمان هنولع، احنا كمان هتولع، تولع يا كابتن جمال، انت تعرف تولع سيجاره يا كابتن جمال، تولع ايه؟ لكن تهديد، استقاء بالجماهير،
ها تعال انت بس لو قلت كلمتين حد كان هيسيب. لا يا جماعة يا مسؤولين عن البلد، هؤلاء بيشعلوا البلد، بيولعوا في الدنيا، بيشعلوا فتيل الأزمة. هل من حد يحاسب يعني؟ محدش يحاسب. كابتن شوبير وجه سؤال، بيقول لك سمعت المسؤول الكبير في الزمالك بيقول ان عندي 500 مليون. طبعا الكلام ده قبل الحجز، كان بيقول لك الدنيا، ولما رجع من التجميد قال لك ايه الدنيا رايقه وحسين لبيب خربها وبقه، ده مش تنمر، بقه وخربها وما كانش فيه ربع جنيه في وانا سايب نادي الزمالك فيه، ولما رجعت بقى فيه فلوس وبتاع، معانا 450 مليون لما تم الحجز على حساب نادي الزمالك. قال لك لا لا ممدوح بس حجز، وكمان شعيب محامي ممدوح، قال لك مفيش غير 1000 جنيه خالد غندور، هو لا الحساب فيه اكتر من 50 مليون. طب باقي ال 450 راحوا فين؟ 400 مليون التانيين راحوا. انت قلتوا نفسك مرتضى قال في دلوقتي 250 ولسه جاي لنا مش عارف ايه 200 400، يبقى في 450 مليون. ممدوح عباس ليه كام؟ 50 80 اديله ويبقى عندك حساباتك. لا خالد غندور قال لك في خمسة اكتر من 50 مليون. طب بقيه الفلوس اللي مرتضى قالها راحت فين؟ ده سؤال للناس. هو انتوا بتبلغوا عن نفسكم يا اخوانا ولا ايه النظام؟ ايه الحكايه يعني؟ احمد الخضر بيقول لك قيمه عقد الرعايه المعروض على نادي الزمالك عيب. إيه عيب؟ هو عوره؟ قال لك رقم مهين. على طب ما هو ده التقييم اللي الناس عملوه، قال مش عاجبك ما تقبلش الرعايه واقعد من غير رعايه. صح، مش عافيه، ده سوق قرشينات هدفع هيرجع لي ايه؟ فهو ده الرعاه قيموا جماهيريتك، بطولاتك او وضعك او ظروفك او الاداره بتاعتك هتعمل ايه، وضعك قيمه هذا المبلغ. تقول لي انتوا بتتشرطوا على ايه؟ واحد جاي بيقول لك انا هرعاك، لا لا امشي انت، انا وكمان ما عندوش بديل، امشي انت، انت فكرني بعلي بيه مظهر، انت انت ولد ده ايه يا عم انت علي بيه مظهر كان شحات، بيقول لك لابس ايه انت ولد هات 5 جنيه، انت اشتغلوا الناس يا جدعان في ايه؟ في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.